أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع منظمة يونيسف الورشة الأولى لتطوير مناهج التربية الفكرية. تشمل محاور المنهج الجديد الذي يتم العمل على بنائه عدة موضوعات، حيث من المتوقع الانتهاء من هذه المناهج بنهاية شهر مارس 2025. وتتيح القرارات الوزارية للطفل الذي يدرس المناهج المعدلة التحويل لمدارس التعليم العام مستقبلا إذا ما سمحت قدراته بذلك.